بنعود لكم مباشرة مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، معكم غيداء شبيلي من المجلس النيابي. بهيدي الجلسة المسائية تم إقرار صندوق السيادة وهو النقطة الأهم، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني بعد إدخال تعديلات على بعض بنود، ومن بعد ما مشوا بند بند في هذا القانون. عم شوف النواب عم بيغادروا بهيدا الأثناء، هيدي الجلسة كانت طويلة. سعادتك، يعني اليوم شفنا بأنه التزمتوا الصمت كل هيدي الجلستين، إذا فينا نقول حتلتزموا كمان الصمت يوم غد من بعد الجلسة؟ لا، لما يكون وصلنا للقانون المتعلق بقيادة الجيش أكيد ما حنلتزم الصمتين، نحن فقط لهذا الموضوع. لكن نحن بعدنا مصرين على موقفنا بعدم جواز التشريع، ف هذا الموضوع الوحيد يلي عنده حالة خاصة. شو متوقعين بكرة يصير من بعد جلسة الحكومة؟ لا، نحن هون ماشيين بالتشريع، لأنه مجلس النواب سيد نفسه. الإجراء اللي بالحكومة مهما كان هو إجراء إداري، لكن هون تدبير إداري، هونيك هون إجراء تشريعي يختلف ولا يوازي ذلك الإجراء. وإذا في خلل بهذاك الإجراء التشريعي عنده صلابة أكثر، ويمكن يكون في فرق كمان بالمقاربة بكليتها. معقولة كمان يوم غد ما يكون بند تمديد لقائد الجيش محط نقاش بالجلسة، خصوصا أنه هلا أنتم بالمادة 9 عم بيتم النقاش النقطة 9، بعد في عنا استقلالية القضاء رقم 11 نعم. بعد في بعض القوانين اللي بتاخد وقت، بعدها ما بتاخد وقت. يعني اليوم شفنا الصبح كان عم ياخد تقريبا معدل 20 دقيقة بالقانون، يعني ما كان في كتير. هيدو يعني صراحة استغربنا، يعني أنه كان في هيك نوع من المماطلة إذا بدك. هلا بالأول كان سريع، بس هلا لأنه صندوق السيادة شوي دقيق أخذ نقاش أطول، وخاصة أغلب اللي كانوا عم يناقشوا يمكن مش كلهم كانوا مشاركين باللجان، فكان عندهم بعض الأسئلة، لكن ما ده شيء طبيعي. طب شو رأيكم بالأمور أو اللي تم إقرارها يعني بالقانون؟ ما فيني أنا ما فيني أعلق، لأنه اللي ناقشناه باللجان بغالبيته تم يعني القبول به أو مر بالمولي. في بعض الأمور يلي اختلفت شوي، بس هذا شيء كمان طبيعي لما يصير في نقاش، لكن لهالسبب نحن ما دخلنا بالنقاشات ولا نعتبر أننا جزء من هذا التشريع. شكرا جزيلا على هيدي المدرة. استاذ أديب، أديب بعدنا معكم مباشرة على الهواء. هيدي الجلسة التشريعية اللي بتحضرها الأولى بمجلس النيابة، ولكن حضرتها من العلالي. حضرتها كمجوأل، يعني كان مفروض ننزل بالهليكوبتر أو بالمظلة من فوق للأسف. يعني كيف كان الفيو؟ كيف لقيت؟ شو هيك ملاحظاتك على اللي صار؟ ملاحظاتي، يا ريت هيك بتتم الجلسات وقتها منكون كلنا جوا. يعني لما بيكون الكل ما بيمشي تشريع مثل ما يمشي بهيدي الطريقة. هلا بقى للأسف في تناقضات بالبلد مش طبيعية، يعني بتشوفي شغلات بتزبط وقتها ما بيكون الكل عم موجود، بينما بس يكون الكل بيختلفوا أكثر ببعضهم. هو العكس لازم يصير صراحة بس يعني راضين عن الأمور اللي تم إقرارها. هلا نحن مبدئيين نكون يعني تشريع اليوم عم يعطيكي مثل ما عملوا بال2014 لل2016 مرقوا 130 قانون بغياب رئيس الجمهورية. عم نرجع اليوم كمان، ما كنا بدنا نكرر هيدا التاريخ. اليوم التاريخ عم يرجع يعيد نفسه، وهيدا شيء بالنسبة لنا مش مقبول، لأنه نحن بنعتبر المجلس النيابي هيئة نخبي. لولا موضوع المؤسسة العسكرية والشغور والخطر الذي يحدق بلبنان، نحن ما كنا أبدا حنجي على المجلس. لكن موضوع الجيش اللبناني وتمديد لقائد الجيش ولا كمان الأجهزة الأمنية الأخرى، هيدا الشيء عم بيخلينا نكون نحن حريصين انه ما يقطع ضد مصلحة المؤسسة العسكرية. شو بتتوقعوا حيصير بكرة؟ يعني اللي بكرة نهار فينا نقول حافل، جلسة لمجلس الوزراء صباحا، جلسة لمجلس النواب مساء، هل سيتم التطرق الى مسألة التمديد او كمان حنشوف جلسة نهار السبت؟ انا رأيي انه ما قبل جلسة مجلس الوزراء
غير ما بعد، يعني حسب شو بده يصير بمجلس الوزراء، إذا حيتم تأجيل تسريح قائد الجيش وتعيين رئيس أركان مثل ما عم نسمع إن شاء الله. بس بتوقع إنه الطعون جاهزة كمان من ميلة. هلا الطعن شيء آخر، لكن ما تأثيره على الجلسة النيابية اللي عم بصير؟ أنا برأيي الإفي حيخف، يعني الرذم حيخف بمجلس النيابي وبالجلسات، وإن شاء الله ما يكون عنده إفي إنه يبطئ الجلسات تنطول أكثر تنوصل للقوانين المعجلة المكررة يلي قانوني من بيناتهم. إن شاء الله لا، إن شاء الله أكون أنا غلطان، لكن هيدا بتوقعه، لأنه هلأ يعني كان فينا ننزل نحن ونأمن النصاب، ما بعرف ليش فرطوا الجلسة. بقى إن شاء الله برأيك؟ ما بعرف، إن شاء الله ما يكون في لعبة من وراها، بس نحن كنا مجموعة نواب فوق، كان فينا ننزل ونأمن النصاب. انتم قلتوا موقفكم من الصباح يعني بهيدي المساله. ايه بس نحن موجودين فوق مش تنتقرج، نحن موجودين فوق تا اذا في نقص بالنصاب نقدر نامنه، وهيدا لم يتم ولم نعطى مجال لذلك. على كل، النائب علي حسن خليل كان قد لطشكم يعني بالجلسة الصباحية، وقال انه بالنصاب ما في نواب فوق ونواب تحت. أنا بدي رد عليه، مع أنه مع احترامي الجديد يعني احترامي له، صار فيه مواطنين درجة أولى درجة تاني بهذا البلد، صار فيه سياسيين درجة أولى ودرجة تاني، ما عليه بيطلع عنا شي مرة نكون بدرجة أولى وهني بدرجة تاني. شكرا لك على هيدي المداخلة. مثل ما شفنا نحن بانتظار خروج كل النواب اللي كانوا خلال هذه الجلسة، ولكن بدي نشير ونرجع نذكر بأنه خلال الجلسة المسائية تم إقرار اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني بعد إدخال تعديلات على بعض بنوده، وبختام هيدي الجلسة ومن بعد عدم اكتمال النصاب أرجع الرئيس نبيه بري رفع هذه الجلسة إلى تمام الساعة 3 من بعد الظهر غد الجمعة. نهار غد هو نهار مهم جدا وحامي، إن كان بمجلس النيابة وإن كان حتى في مجلس الوزراء. الحكومة ستناقش غدا مسألة التمديد، ومن المتوقع بحسب ما عم ينقال بأنه يتم التمديد، ولكن طبعا الطعون يبدو بأنها جاهزة، خصوصا وأنه التيار الوطني الحر اللي ما حضر إلى هذه الجلسة هو أيضا يعني يرفض إذا بدكم توقيع وزير الدفاع على التمديد لقائد الجيش، وبالتالي يفقد شرعيته. عم نشوف بعض الوزراء والنواب بعضهم عم بيناقشوا بعض المسائل. ربما بدنا نشير إلى أنه خلال هذه الجلسة كان هناك على جدول الأعمال حوالي 16 بند، وصلوا لحتى البند التاسع. كان أهم إقرار مشروع القانون المتعلق بتعديل التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواد. وعم نشوف بهيدا الأثناء دولة الرئيس نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عم يخرج. استاذ جهاد، منعود لكم عذرا على انقطاع البث بسبب الانترنت. بدي اشير الى انه جلسة مجلس الوزراء بحسب ما كل النواب عم بيقولوا انه ما قبل جلسة مجلس الوزراء يوم غد ليس كما بعده. جلسة مجلس الوزراء هي حتحدد مسألة التمديد والنقاش في هذه المسألة بالتحديد. فينا نقول بأنه انتقلت الكرة من ملعب البرلمان إلى ملعب الحكومة.
وربما هناك سيناريو جديد يحاك لإعادة الملف نفسه إلى مجلس النواب يوم غد ليتخذ القرار في التمديد فيه، والطعن يبدو جاهز إن كان بمجلس الوزراء وإن كان بمجلس النواب. بعدنا بانتظار خروج الياس بوصعب اللي كان هيك يعني هناك حركة أو عم بيقود النقاش إلى جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري. معاليك يعني اليوم ما كان يعني كنت كل الوقت يعني مداخلات وكنت حدا يعني كتير هيك هناك نشاط على كل بند عم بتم تفنيد. مش في البعض يمكن عم بيقول هي جزء من المماطلة ربما أو يعني ياخد الموضوع أكثر. يمكن أنت يمكن ما بتعرفيني قبل بالشغل ولو يعني أنا نعرف أنه أنت سيد هيدا. لا ولا مرة يمكن لافت مدخلتك الدائمة لأنه مسائبة ما في كتير نواب عم بيناقشوا على قد هيك بتبين لطشتن ما في بالنصاب ما في نواب هذه بسيطة تمرق. تسريح قائد الجيش حيكون لستة أشهر أم لمدة سنة كاملة؟ هيدا السؤال. شو عم بيصير هنا مثلا؟ عاملين جلسة جانبية مثلا. روح اقتحم عليك. عم بعيطوا لك. أشر عليك. بأشر عليك بس صعب. نحن بعدنا معكم مباشرة على الهواء من المجلس النيابي. نهار طويل كان إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي هنا لبنان نحن أكيد رح نعود لكم ببث مباشر لاحق في حال كان هناك أي تصريحات من مجلس النواب. شكرا لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة إشبريلي.